غتعطينا بطريقه جديده بطبيعه الحال. يلا اذا غادي نبداو بالحسوه ولا التيشه ديال الشعير بطريقه جديده، جربوها لان كتجي رائعه بزاف ولا المذاق كيجي زوين بزاف. اذا اول حاجه غادي ناخذوها غادي نرقدوا التيشه ديالنا بطبيعه الحال من بعد ما غسلناها، هي بالبلبوله الصغير وتكون متوسطه ما تكونش الغليظه ما تكونش الرقيقه، تكون ديك شحال غناخذو رابعه كتخرج تبارك الله كميه كبيره لانها كتضعف رابعه ديال البلبوله ديال الشعير. كناخذوها كنغسلوها اول حاجه وكنرقدوها في الماء واحد مده واحد ساعه. كل ما رقدناها كل ما تلقات داك الدقيق ديال الشعير اللي كيخطر لينا ديك البلبوله وكتجينا خاطره، كناخذو كنوضعوها في الماء ديالها كنخليوها مرقده واحد الساعه وكنديروها على النار، كنوضعو فيها معلقه ديال زيت الزيتون. معلقه كبيره اولا صغيره؟ معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، والزيتون ما يكونش داك اللي حار باش ما يعطيش ديك النسمه مجهده. غادي نوضعو الناس اللي كيبغي يوضعوا فيها البصله، هي دابا في رمضان يستحب ما نستعملوش فيها البصله. نعم. من الاحسن ما نستعملوهاش لان كتبقى ديك النسمه ديال الشعير مع البصله كيدوروا في الفم، ولو كناكلوا عليهم بزاف الحاجات ولكن كيبقى داك النسمه ديالهم ولا ديك الريحه في الفم. فنستعملوش من الاحسن البصله. كناخذوا كنوضعوها على النار كنديروا غير الزيت الملحه وشويه ديال الابزار. هنا اللي كتجي هي تجي جميله بزاف الا وضعنا فيها واحد المعلقه ديال النافع بلدي. والنافع بلدي نعرفوا يعني كديري من الاول من الاول كديرو انا كنديرو فهو من الاحسن. اول حاجه نغسلوه بالماء سخون نغسلوه بالماء طايب نخليه واحد جوج دقائق في ذاك الماء مغلي باش كتحيدلو ديك الغبره لان فيه واحد كميه تراب كبيره بزاف. فنوضعوه في واحد الزليفه نوضعوا ليه شويه الماء مغلي ونخليه واحد دقائق حتى يهبط ذاك التراب لتحت ونصفيوه ونوضعوه عليها. بعد ما تغلي هي نوضعوا النافع عليها مباشره. بعد ما كتبدا تطيب يعني كتبدا تطيب وكنقصوا البوطه، هي احسن حاجه كتسرع البلبوله هي تنقصي البوطه عليها وخليها تطيب على راحتها. كل ما طابت على راحتها كل ما كتعطيني واحد النتيجه احسن. مني كتطيب يعني كتنص فيها الطياب كنضيفوا فيها معلقه كبيره ديال الحليب بودره، بودره الحليب معلقه كبيره كنوضعوها معاها. انا شخصيا ما كنوضعش فيها الحليب فكنوضع فيها الحليب المركز المحلى غير المحلى، اولا مؤخرا جربتها بواحد الطريقه وجات جميله بزاف وضعت فيها القشده طريه اولا الكريم فريش. دابا عطيني واحد فيهم شكون اللي هي اللي عندك في الدار؟ الحليب المركز المحلى غير المحلى هو اللي عجبني المحلى الغير محلى واعره المهم بقى المهم فهمناك دونك واش غادي تزيدي يا اما تزيدي الحليب المركز الغير المحلى لان كيجي فيه رائع بزاف، ولكن واخا نضيفوه كنضيفوا معاه واحد نص كاس ديال الحليب عادي. فكنوضعوا ذاك الحليب المركز المحلى وكنوضعوا نصف كاس نصف كاس ديال الحليب العادي، فهي كتجي رائعه وجميله بزاف. ولكن مين نضيفوا الحليب المركز نخليوها تغلى واحد خمسة دقائق يعني ماشي نضيفو ونحركو ونحطوها. ملي كنضيفو الحليب شيف هدى بعض المرات ملي ما كنستهلكوهاش داك الساعات كيتقال كتقال كتقال غادي تزيدي فيها الماء مغلي هي ضروري انك تشرب الماء مغلي وديري على النار، هي ما تسخناش على النار مجدداً تحرق لك الكسرونه وغتولي ديك النسمه فيها. نعم اما كنضيفو الحليب المركز الغير محلى اولا كدير كاس ديال الحليب سائل قلتي لي كريم فريش يعني الناس اللي الا ما توفرش حليب مركز ممكن يتوفر عندنا لا كريم فريش كنوضعوا كاس ديال الطريقه اللي هي جديده هي كاس ديال العنبه كاس ديال العنبه ديال لا كريم فريش كنوضعوه فيها. هادي شنو الرائع فيها واللي اللي جميل فيها جميله هي ملي كنوضعوها كتولي كريمه ما كتبقاش ديك البلبوله الشعير ولا ديك الدشيشه ولا العاديه اي ولا الحله البيضاء ولا كل واحد كيفاش كيسمي حيت فالناس بزاف كيهربوا منها. نعم. بيني وبينكم مع هذا الحليب مركز محل والله الا كتجي رائعه. نعم صافي كنخليوها طيب صافي كتخلي واحد خمسه دقائق كتقدميها فصدقوني بانكم ملي غتذوقوها غتلقاوها رائعه بزاف ان شاء الله.